النهارده وزاره الشباب والرياضه استحدثت هيئه جديده. الهيئه دي سمتها هيئه نشر الطاقه الايجابيه للمواطنين. والحقيقه الهيئه دي اتعملت خصيصا عشان تواجه الافكار الانتحاريه اللي بقت بتراود السواد الاعظم من الشباب دلوقتي. ونظرا لان اعلام الحكومه بيتكلم بصوته بس، حبيت انقل لحضراتكم صوت الناس اللي على الجانب الاخر من اللي حضراتكم مش شايفينهم. سامع دلوقتي شباب بيقول بدل ما تعمل هيئه عشان ما ننتحرش خفض الاسعار، خفض الاسعار عشان نتجوز. اما ست البيت المنوطه بقى بتدابير المنزل من اكل وشرب وغسيل، وبقت الشغلانه دي اصعب من شغلانه راجل البيت اللي هو برضه منوط باتيان الفلوس. كل ده بيقولوا لحضراتكم بدل ما تعملوا هيئه جديده وناس متعينه خفضوا الاسعار. خفضوا الاسعار بدل ما كل حاجه بقت فلكيه. الراجل اللي بيعول اسره بيقول لحضراتكم بالله عليكم خفضوا الاسعار، احنا مش عارفين نعيش. هيئه حكوميه وزيطه وزمبليطه، ايه يا جماعه؟ يا ترى حضراتكم بتضربوا اشاعه وعايزين الناس تعلق عليها وتنشغل باي حاجه تانيه؟ للاسف خطتكم مش هتنفع، لان البطن لما بتصوصو مفيش حاجه تقدر تشغلها ولا تشغلها غير الاكل والشرب. اما بقى لو حضراتكم كنتوا ناويين فعلا تستحدثوا الهيئه دي فالمصيبه اعظم، لان ده دليل قاطع انكم ما بتشوفوش وما تعرفوش حاجه. انا بتساءل يا ترى ده خبر لتزويد الشحن والغضب للناس تجاه الحكومه عشان تمشوها بشكل لا يليق وتقولوا انكم خلاص هتعدلوا المايله، ولا بجد؟ اصل لو بجد تبقى مصيبه والله العظيم. مفيش طاقه ايجابيه في مصر وكل حاجه سعرها بقى الطقطقين، مفيش اي امل طالما راجل البيت مذلول قدام اهل بيته ومش عارف يكفي لا اكل ولا شرب ولا مواصلات ولا دروس ولا جامعه ولا اي حاجه. مفيش اي طاقه ايجابيه طالما كل مواردنا القومية بتتباع عشان نسد دين أكبر ساري وأطول علم وأعرض كوبري لا مؤاخذة في العالم. يا جماعة افهموا، لو عايزين تعملوا زي محمد علي باشا جمهورية جديدة أرجوكم خلوها بعد ما الناس تلاقي تاكل وتشرب. وافهموا بقى، مصر يعني الناس، مصر يعني المواطنين اللي من شحم ولحم، ما تحسسوناش انها اي حاجه تانية مش عارفين نحددها هي ايه وعايزه مننا ايه. خلونا بجد نتكلم في المواطنين في الاساس في كل حاجه، غير انكم تكلمونا في هيئه لنشر الطاقه اللامؤاخذه الايجابيه.